شركة من الشركات تأخذ موظفين يعملون عندها ليس بناء على قواعد ملزمة بها من قبل الدولة، إنما هي تختار بناء على ترشيحات شخصية أو مجاملات شخصية ولا ضابط لها من الدولة، دولة ليست ملزمة بشيء إلا بالكفاءة. فإذا كان ذلك كذلك فلك أن تدخل فيها بناء على شفاعة شخص لك إذا كان ذلك كذلك، والله أعلم.